أخبار بنوبه تبقى قافله. سريعا، الأخبار الصفحة الخامسة: الحكومة تستجيب للإخوان والسلفيين، واليوم السابع إسقاط مصطلح مدنية الدولة في وثيقة السلم. طبعا يعني انا مش هتكلم كتير، غير انا هسأل سؤال واحد بس وللمشاهدين: هل الاخوان والسلفيين هم شعب مصر؟ لما اقول ان الحكومه تستجيب لهم، هل وانا بعمل اللي هم عايزينه ده مجرد ارضاء خوفا من جمعه كندهار اللي احنا شفناها يوم الجمعه اللي فاتت؟ هل خوفا؟ هل تحيزا؟ هل يعني على اي اساس الاخوان والسلفيين هم بيشكلوا دلوقتي المجتمع المصري؟ وبيتقال انه كلمه مدنيه دي كلمه عيب، وكأن كلمه مدنيه دي كلمه قبيحه، مع ان احنا اساسا دوله مدنيه. يعني طيله السنين اللي فاتت اللي ما اعترضوش عليها الاخوان التيارات الاسلاميه، احنا كنا دوله مدنيه. المهم اتلغت كلمه مدنيه باعتبارها كلمه قبيحه وقليله الادب، بس لو انتوا عارفين قولوا لي هي قليله الادب في ايه. فتم تنحيتها مع استخدام كلمه ديمقراطيه، مع ان كلمه ديمقراطيه برضو ما وردتش في القران، ولا قالها الرسول عليه الصلاه والسلام على لسانه، ولا جاءت في ذكر الصحابه، واستخدم كلمه الشورى. طب ليه ما اتغيرتش كلمه ديمقراطيه؟ ولا هي كلمه مدنيه لكلمه سيئه السمعه؟ ولا هل ده فعلا فهم التيار الاسلامي انه كلمه مدنيه دي كلمه من قبيحه؟ الواضح انه هو فهم التيار الاسلامي. على بس الجمله: الحكومه تستجيب الاخوان والسلفيين. فعلا يعني عندنا حل من الاثنين، يا الحكومه تقول لنا نسبه الاخوان والسلفيين قد ايه عشان رضاهم يكون من رضا الشعب المصري، يمكن يعني يمكن يكون صحيح، يا ما الحكومه تستجيب لباقي اطراف الشعب، لان يعني اطراف الشعب من ضمنها مثلا مصابي اهالي مصابي الثوره اللي كانوا موجودين امبارح، اللي بالفعل زاد عددهم ل 700. فيعني في اطراف كتير قوي واجب علينا ان احنا ناخدها في نرضيها. الاعتبار. للاسف يا مال احنا يعني فقرتنا خلصت، مع ان كان في اخبار مهمه جدا هنحاول نطرحها في باقي فقرات اليوم النهارده. امال عويضه، كاتبه الصحفيه بجريده الاهرام، بشكرك جدا. شكرا لك يا مي، وربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله. بس لن يتم هذا غير بان يعي كل منا دوره ومكانه من اجل مصر، ليس من اجل شيء اخر. مشاهدينا استنوا معانا، هنكمل فقراتنا بس بعد الفاصل.